تحياتي لمستمعي إذاعة الحياة FM، إن شاء الله بالتوفيق لنصر قبطاج. بداية صعبة قدام منتخب دنمارك المتمرس في المنافسات الأوروبية، فريق مدجج بالنجوم، مجموعة صعبة، لكن إن شاء الله نصر قبطاج قادر على التأهل، ونتمنى إن شاء الله النهاردة تأهل المنتخب القطري ويبدأ بداية سهلة قدام الإكوادور، إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية، لأن الإكوادور هو المنافس الأصعب بالنسبة له في المجموعة بعد اللي بيحصل يومين عن السنغال. مناصحة وإذاعة الحياة التونسية، نتمنى في الأول وفي الآخر نفوز المنتخب التونسي، منتخب عربي شقيق. طبعا ما كلنا مش غريب عن مصر، تونس أبدا لاعبي تونس، منهم كمان بيلعب نجم الزمالك سيف الدين الكيزيري ونجم النادي الأهلي علي معلول. أتوقع أن المنتخب التونسي هيبقى ند قوي ويحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله. تونس إن شاء الله هتمشي قدام. أول منتخب شرفنا وفاز على ألمانيا في كأس عالم، إن شاء الله هيكون تونس هتمشي قدام كأس العالم ده، هتتصل وهترفع رأس العرب إن شاء الله. كلنا تونس، توفيق تونس إن شاء الله ولكل المنتخبات العربية بقيادة قطر، إن شاء الله بالتوفيق لكل منتخباتنا. وقت عاد في تونس والدنمارك، إن شاء الله سيكون لك تونس الكلمة الأعلى إن شاء الله. مونديال العرب، تمنياتنا لكل المنتخبات العربية بالتوفيق، تمنياتنا بشكل خاص لتونس بالتوفيق أمام الدنمارك. والواقع تونس الدنمارك حسب خبرة الصحفية، هي مباراة صعبة، لكن أنا أتمنى في تونس. كأس العالم قطر 2022، الحياة FM في قلب المونديال، أخبار نتائج تحاليل وتصريحات. قطر 2022، الحياة في المونديال.